السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. كي دايرين حبايبي؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. وعندي شكر خاص للناس الجميله الطيبه صاحبه القلب الكبير اللي كيخليو لي التعاليق ديالهم الجميله. كنشكركم بزاف 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 وكثير، والله يعني كلمات شكر قليله في حقكم. حبايبي اليوم ان شاء الله غادي ندير بكم جوله في واحد المحل، يعني مكازا فيها خاص ديال الحيوانات الأليفة، يعني الأسماك والقطط، الفئران، الأرانب، الكلاب، فيه كل ما كتحتاج يعني الحيوانات الأليفة اللي كتعيش معنا في الدار، وفي نفس الوقت جميع الأنواع ديال الديكورات وديال النباتات اللي كتكون خاصة للمنازل. شي حوايج اللي قلبت عليهم كتلقاهم سبحان الله في هذا المحل هذا، من كل نوع ومن كل لون من كل أشكال. يلا حبيبي خليكم معايا وندوزو نديرو هاد الجولة، وغادي نخليكم مع موسيقى وما نصدعكمش كاع بالصوت ديالي. يلا حبيبي فرجة ممتعة. Thank you.
البنات، واحد النصيحة صغيرة على حساب النباتات. ملي تمشيو تشريو اي نبتة كيف ما بغات تكون اللي لقيتوها دايرينها على برا، يعني في الخارج على برا، هادوك كيعيشوا على برا، يعني ما تحتاجوش تشريوهم وتدخلوهم للدار، راه غادي يدوزو غير فترة صغيرة وغادي يموتوا. والنباتات اللي هما خاصين بالداخل، يعني الداخل في المنزل، كتلقوهم دايرينهم في المحل الداخل، او الا كانوا على برا كيكونوا دايرهم فلاسيغ، يعني داير لهم محل واحد البيت بالبلاستيك ومخلينهم محتفظينهم على الجو ديال برا، يعني ما كيبغيوش يعيشوا في الاجواء برا. وكيف كتشوفوا هنا البنات، كل شيء اللي كتقلبوا عليه، لا الاعشاب منسمه، يعني الحباق، الزعتره، الزعتر، فليو، يعني اللي استطويل، هانتوما هنا كل شيء سبحان الله يا البنات موجود فيها، من حتى الاشجار، كاين ديال اللوز، كاين ديال التفاح، ديال جميع الانواع كتلقاوهم فيهم. هذاك انا باش كتعجبني هاد المحل هذا.